معارك مشتعلة في أكثر من جبهة، لا تتوقف فيها قوات الجيش الوطني عن التقدم والسيطرة على مناطق جديدة. في محافظة البيضاء تعمل قوات الجيش الوطني على تمشيط جبال الحمراء والجبل وشعب صوران بعد السيطرة عليها ومقتل 25 عنصرا من عناصرها. وإلى ضفة أخرى هي جبهة نهم، والتي وصل فيها الجيش الوطني إلى مشارف أرحب على تخوم العاصمة اليمنية صنعاء بعد أن كبد الميليشيات أكثر من 65 عنصرا بين قتيل وجريح. ولا يختلف الأمر كثيرا في جبهات الجوف التي بات فيها الجيش الوطني على مشارف صعدة من اتجاه برط العنان. الجيش الوطني في أنحاء الجمهورية اليمنية له تقدمات وله انتصارات في جبهات البيضاء، في محافظة أبهي نهم له انتصارات عدة، كما يقوم الجيش الوطني بتدمير آليات وأعداد ويلحق بالعدو وبصفوفه الخسائر الكبيرة بالقوى البشرية والمادية والعتاد. تتوسع المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية، ويسيطر من خلالها الجيش الوطني على مزيد من المناطق ليتوسع بذلك. الدعم القبلي والإسناد المجتمعي لعملية التحرير. وإلى محافظة تعز، حيث تفشل الميليشيات الانقلابية في استعادة ما خسرتها من مواقع تتواصل فيها أعمال الدعم الشعبي والقبلي المساند لقوات الجيش الوطني، إذ سيرت قبائل وأعيان الأمجود وشرعب السلام قافلة غذائية دعما لقوات الشرعية في معاركها من أجل إنهاء الانقلاب. جسّل هذه القافلة لأبناء شرعب السلام والتي تبنتها لجنة التواصل والحث الشعبي، وهذه القافلة هي مثلها مثل بقية القوافل التي تدفقت من كثير من مديريات محافظة تعز لتساهم وتدعم الجبهات. إصرار عسكري من قوات الجيش الوطني لاستكمال التحرير وتأييد شعبي وقبلي واسع لذلك. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.